ما تدري في بالك والو اختي، هذوك الفلوس غير خليهم عندك. خلصتي الشاف والسربايه، انا اللي خصني نقول لك منين جبتي الفلوس. راه خصنا ندافعوا على حقنا. ها بعدا ما بغيت منها والو، انا متضامن معاها. حتى انا. الله يكثر خيرك. رخصه تعطينا رزقنا وربي كبير. مالك اخويا على هاد الجوع كامل اللي فيك؟ انا مدام هادشي كله اللي بلانيت ليه انا تضرب في الزيرو. ما غنمشي حتى غادي نهربها من المدينه. الفلوس عطيتيهم لالهم حبيبه القلب كريمه. ما عمرك غادي تبدل يا كريمه. كريمه يا شمس العشيه امهله فيك تفهمنا. رجال بوحدهم والعيالات بوحدهم. نض كاع هاد الطبله ديال العيالات برك مع الرجال. واش انت ديما مشوهنا؟ والله انا مشات لي من بالي. اش كديروا؟ حملك الوالدين يا جميله. انا ما بدلي ساعه اخرى. والله ما نبدل جميله. بدلي ساعه اخرى. بدلي ساعه اخرى. سليمان راه ضارب مع مرته ومشى. مرتك كيحسب ليها درتي شي حاجه في راسك؟ ورا درت شي حاجه ها في جيبي. شنو كيجيني انت كم تندير في هاد المشاكل؟ ولكن حط راسك في بلاصة ديال سلمان. اش من راس غنحط في بلاصتك؟ واش حتى كنقول درتي عقلك عاد كطلعي شي طلعه ماشي هي هذيك؟ وزدتي فيه؟ من مكة تبكي مالك؟ اللي تعسى براسي غلط في حقك. وانت ما بقيتيش كتفهم مني. سلمان انا بحالي بحال ابره خايف على راجلها من حق الحافظ على عائلتي. راه الا بقيتي على هاد الفعيل راه ما بقات فيها لا عائله لا والو. مره جاب داك الصداع على قبل كريمه، مره على قبل الاولاد، مره على قبل الفلوس، ودابا مخلطه كريمه والفلوس. بزاف عليا انا هادشي. خدمتي معانا نوتي الصداع وباغا توقفي عرس قدو قداش؟ الناس جاو عندي وقالوا لي راه انت كتخسر الفلوس على كريمه. كاش من الفلوس واش من كريمه؟ شكون بعدا اللي كان عندك هاد الخبار اللي ماشي صحيحه؟ الناس اللي خايفين على مصلحتي. هذوك راه باغيين يخربوا لك عشتك. شكون هاد الناس شكون؟ ما نقولش. ما تقوليش. بلاش كاع. حميد هو اللي قال لي. حميد؟ مالو هذا؟ واش هذا بعقله؟ هذاك خايف على مصلحتي. هو شافك بعينه كتعطي الفلوس لكريمه. كاش من الفلوس؟ ها الفلوس بغيتي الفلوس؟ ها الفلوس ها هما. منين شفت هادشي؟ الفلوس اللي كانوا في البواطه واللي قال لك السي حميد عطيتهم لكريمه. شوفها جميله راه الا بقيتي تابعه الناس راه غيخربوا لك بيتك. انا تنقول لك وهذاك حميد راه اكبر كذاب كاين. بنتي راه لقينا باك سخفان وطيح حدا الجامع. اويلي عاف شويه الحاج عاف شويه. بقى متكي عليها الحاج. فهمتك هاك عاف شويه الحاج. حلي يا بنتي حلي في ساعه بشويه. زيد الحاج زيد بشويه عاف شويه عاف شويه شويه الله هكا الحاج شويه عليك شويه عليك بسم الله. الله يجيب الشفاء الحاج. الله يطول لينا في عمرك الحاج. الله ينورك الحاج. الله يرجعك لينا الحاج للصحيحة ديالك إن شاء الله ويخليك لينا يا ربي يا ربي يا ربي. هذا منين دخل هذا؟ منين دخل؟ الحاج كنت كنفقت الصباح نمشي للجامع نصلي إن شاء الله ولقيتك حدا الباب وانت طيح وزيناك أنا وبادريس وجبناك الحاج. دابا تنطي تصلي الفجر. أنا حياتي كلها كنوض نصلي الفجر عمرني ما شتو في الجامع. صافي الحاج صافي الحاج تديها في صحيحتك دابا الحاج. والله الحاج مشيت نصلي الفجر بالله وانت تبان ليا الحاج وقلت هادي هي الوجيبة باش نجي نطلبك على حنان. هو يود الفجر وقال المود الله وكبر وجات واحد الظلمة وديك الظلمة انت طيح فيها فاش طحتي فيها بالي با ادريس. هزيتك هزيتك انا با ادريس وجبتك للدار. طحت اخويا ياك؟ اي الحاج. هو ربي ما بغاش يدخل للجامع. قبيح او باسل. دابا الناس كتدخل تصلي با ادريس ياك. هو قال لك داخل باش يطلبني على حنان.
شو الدعوه اللي بلق؟ شوف هات هدن وديها عف صحيحتك دابا الحاج. علاش الحاج ما كتحملنيش؟ راني بحال ولدك. صافي الحاج. با اسمح لي با عفاك الله يبرعك. الله ما كيشري الناس من جهتك. الحاج هل عارلة ما سمح ليها؟ راك عارفهم الحاج، راك عارفهم كيبغيو بعضياتهم، كمل لهم رجاهم الله يطول عمرك. رانا عارفهم كيبغيو بعضياتهم، عارفهم. انا حتى انا كي غندير مع ولد خويا حاتم كي غندير ادير عليه الكاغط. نردوا لي هاد الكاغط هذا. اسكت شويه. تا اجي ورد. الحاج مادام ولد خوك باقي ما روحهاش راه باقي ما يتصلح الحاج. الله كون روح حتى ندخل عليه الحبس هو وعائلته. سكتنا. انت الدعوي البلاد ما عم تهضر. نودي حالا نودي. نودي يا بنتي جيبي واحد الجو راه في الماريو تما يجيبي راه في شي فلوس راه. انت تشوف. كاين ناس الحاج. انت. هاد الفلوس. ديال الصداق ديال حاتم ولد عمك اللي جاب لك دابا غادي ديهم ليه وشوف واش غيقول لك. شدي صافي صافي سير الله يطول عمرك. اسمع يا حنان مالك عطيري مالك وتفرفري سيري حتى يصبح ويفتح سيري دابا دخل لبيتك سيري تنعسي يلا يا كي كملتي ليهم ورجاهم الله يطول في عمرك الحاج. امين الحاج امين. سمعت هذاك دعوي البلا. نعم الحاج. بارك عليا من البوسان. اسمع مزيان وحلو ودنك راه ملي دير على مرتك الكاغط اديها ومنك ليها ما تبقاش خيطي بيطي عندي هنا كتسمع. ها كلامك هو الكبير الحاج. اه واحد الله يخليك لينا. صافي عليا الله يطول لينا. صافي عليا بارك عليا صافي الحاج. صافي ديرها في صحيحتك دابا الحاج. ديرها في صحيحتك. انا خويا هذا اللي انا خويا انا خويا استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في يقصك؟ لا لا فقت بكري باش نصيفط كوثر للمدرسة. بغيتك على واحد الغرض واحد النمرة بغيت نعرف شكون مولاها. ديال من النمرة؟ القصة طويلة توريا من بعد نشرح لك كل شيء. أنا نصيفط لك النمرة دابا في الواتساب. سلام. ميرسي. يلا باي باي. الله يحضر السلامة. كلشي ولاو كيغشوا فيه حتى من الفرماسيانات ولاو كيغشوا. مالكي؟ والو درني راسي. حلفتي ما تقولي علاش بغا تعرفي شكون مول النمره. بغيت نعرف وصافي عندي بها الغراض. ياك ياك الشواطينه كتخبي على صاحبتك. ما كنخبي عليك حتى حاجه توري. بغيتي الصراحه هاد النمره كيجيوني منها ميساجات ديال العشق والغرام وفاش كنعيط لها ما كيجاوبني حتى حد. يكون هذا شي واحد مزعوط مسكين وما قادرش يجي عندك. ولا بصح هادشي اللي كتقولي علاش ما يجيش يقولوا لي فوجي؟ واش انايا عاد غنبدا نصيفط الميساجات ديال المراهقين؟ فراسك في الاول كان كيحسب لي سلمان. تقلقت منه بزاف ودرت ليه حاله مسكين. فاش دويت معاه قال لي ماشي هو. ومتاكده ماشي هو؟ ها ويلي ماشي هو حلف ليا بلي ما عنده حتى علاقه كاع بهادشي.
قولي لها يا نورا كتعيط لي السيده اللي غتقولنا شكون مول السميه. الو نورا كي دايره لاباس عليك؟ اي لاباس الحمد لله. قولي واش عرفتي شكون؟ والله اختي ما تخرج من عندي وحتى واحد ما غادي يعرف بانك انت هي اللي عطيتيني السميه. متاكده؟ صافي صافي واخا واخا شكرا شكرا اختي. وشوفي ما تنسيش دوزي عندي للصالون نصاوب لك شعرك فابور كادو من لا ميزون. سلام. اسمي شكون؟ سلمان. سلمان ها هو جا. سلام. نعم اش حب الخاطر؟ نتفاهموا حتي مع عافاك. علاش غنتفاهموا؟ بيناتنا القاضي والله على ربيتك على ديك الشوهه اللي درتي ليا قدام العائله والمدينه كامله. حتي انت عارفني عمرني ما بغيتك غير بالي بزز عليا وزيتو جيتيني فواحد الوقت اللي كنت مدبزه فيه مع خطيبي. خطيبي؟ هو قولي صاحبي مازال كتهضري بوجهك احمر. سي حاتم واه سي حاتم لاش غتعصب لاش؟ انا نجيب لك واحد القهوه حتى لعندك ونتفاهموا ما يكون على الخير. السي حاتم هادي علاش غادي نتفاهم معاك انت؟ تعرفني كنعرفك. سي حاتم عافاك. فلوس العرس اللي خسرت شكون اللي غادي يرجعهم ليا؟ وفلوس الصداق ها؟ واخ ها فلوس الصداق كاع حاتم. ايوا فلوس الماكله والشراب والدقيقيه والقاعه والكوستيم والكرافاطه وداكشي كامل على ما نحسبوه؟ حاتم الله يهديك حنا عارفين كاملين بلي ما خسرتي حتى 40000 ريال مقاده في العرس وبا هو اللي تكلف بكلشي. سي حاتم واش 40000 ريال؟ ال 40000 ريال نعطيها لك انا عفوا بلي نهار الجري هذا. سي حاتم الشرف ديالي غترجعوه؟ واش توا غترجعوه؟ مليون وعاد نفك معاكم الجره ولا بربي تنخليك معلقة حتى يشرب هاد خونا ولا يلتحق بعبد الحليم حافظ. بو ادريس قال لي بغيتيني كاين شي عرس؟ عز هاديك دالي. ها؟ ليه؟ ماشي تما الوسط تحرك. مزيانة هنا؟ رجع البلاصة. يلا ماشي تما بلاصة. ايه عاودي باش تما شنو واقع؟ كاين شي مشكل؟ علاش كذبتي عليا؟ انا نكذب عليك وفاش؟ سولتك واش انت اللي كتصيفط لي الميساجات جاوبتيني وقلتي لي لا وحلفتي. ماشي انا هاد النمرة حتى هي ماشي ديالك. هاد النمرة ديالي. بركة من هبل تربح يا سلمان. حشومة هادشي اللي كدير فيه. وإلا غتسولني كيفاش عرفت واحد السيدة خدامة في أجونس هي اللي أكدت لي هاد النمرة نمرتك. علاش يا سلمان؟ بلاتها كريمة. هاد النمرة كانت ديالي. ولكن كيفاش كيوصلوك منها الميساجات ما عرفتش. بركة من البسالة. إلا أنت ما خايفش من مراتك جميلة خاف على السمعة ديالي أنا. راك عارفة شنو كتسوى مزيان. كريمة راه ماشي أنا. إلا باقي تصيفط لي مازال شي ميساج غادي ندمك يا سلمان وديك الساعة أنا اللي غنوريه لمراتك بيدي. وهز داكشي رجعو لبلاصتو. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. شريف سير. مرحبا. سلامتكم. لاباس. كيف ديما؟ كالعادة. خرينكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدير خويا بخير؟ الله يبارك فيك. بغيت نسولك إلا جات على خاطرك. مرحبا. واحد السيد هنايا في الدرب عندكم، سميتو الشاب خرينكو ولا كنتي تتعرفو؟ هو أنا. واسمح لي يا خويا خرينكو والله ما عرفتك. في الفيديو صاحبي تتبان واحد آخر. المهم أنا خدام في واحد الموقع وبزاف ديال لي ميساج تيجيونا من عند الناس وتيطلبوا منا باش نديرو معاك حوار. وراك زعما وليتي ستار. الله يحفظك. سمح لي غير نوصل. وأنا معك. خذ راحتك. بسم الله. أول صحفي غيجي عندي وغيبغي يطلب مني حوار فرحان اليوم والله. مرحبا. غير واخويا الغزال بيني وبينك أنايا راه ما كنعرفش نهضر قدام كاميرا. وهاد الشيء ديال الغنى راه يلاه ساق طريقي فيه. ولكن راه فايت لك تسيب شي برنامج. الله يرحم لك الوالدين أخي. ما جبتش لي غير هذاك البرنامج حيت. علاش؟ ما داك الشيء اللي درت اللي داز ما زوينش. عرفتيش انت؟ اسمح لي يا خويا واش غادي تصورني بهاد الحاله؟ وعلاش لا؟ راك ولد الشعب اصاحبي. الشاب خرينكو راه ولد الشعب والناس كلها خاصها تعرف هاد الشيء. وبهاد الشيء راه غادي يخلي الشباب يحلم ولد الشعب ولا ستار بالموهبه والخدمه وبقى متواضع. يحفظك اخويا. يلا. علاش كتقلب؟ هذا شي حاجه. واخا انا نقلب لك اشنو مشال؟ واحد البورطابل قديم ما عرفتش فين درته. واش بغيتيه؟ ها بغيت نعطيها للسيرفر. بورطابل نوض روينه. سلمان ما تقلبش لي في حويجي. سلمان انا غنقلب في ماريويا. انا غنقلب غير حيد. انا غنمشي نقلب لك في المد. غادي ندمر اي حاجه عندها علاقه بالماضي. ها انت شوف. من اليوم جميله اللي كنتي كتعرف ماتت. هذه جميله واحده اخرى ماشي ديك جميله اللي كتجبد صداع. والله تنسيتو ملي كنت كنقطع التصاور ما قطعتش هادو. الو جواد. مالو حميسي؟ قول لي شتي لا فيديو اللي صيفط لك في الواتساب؟ لا مازال. علاش؟ وادخل شوفها ورد عليا. انا نيك لاباس. غير شوفها ورد عليا صافي. واخا يلا نشوف. يلا بسلام. وكما ترون اعزائي المشاهدين كل من هب ودب اصبح مطربا. اللي كسيدي حكا ما حكاش في ناس تم تخربقه ولا سيد صعب راسه ستار. تحدثت بالكلام المغمض صوتك ساتك تقبل لا ترى. تحدثت فوق جسم المنى. رميت بأسهمي فما هذه إلا سجيت مغرمي على فسقي مكاسات وغني لي بذكر سليمة والكمال ونغمي
الو وي لالا لاباس عليك؟ اييه عرفتك مولات العرس ديالنا الاربعاء. مرحبا. علاش؟ لالا ولكن داك الفيديو راه قديم. لالا قديم. ايوا ولكن نتوما شنو دخلكم في كيفاش كان؟ شوف الشريفه هاد الهضره راه حشومه وعيب وما تدقالش. الا ما عجبكش الحال اجي خدي العربون ديالك وسيري فوتي مدام منى اللي هي ما كيهمنيش. مالك كريمه ما عجبتينيش؟ والله ما عرفتش غنقول. جواد مسكين خرجوا ليه واحد الفيديو قديمه ديالو كلشي كيضحك عليه، خفت غير يشوفو ويتصدم. قالها لي باك درت هاد الصباح، قال لي الزهر ديال ذاك جواد مسكين كحنزحل، الا صايبها من جهه وتخسر ليه من جهه. بينو وبينك بنتي حسني تعلم في الدنيا يكون راجل. فين هو دابا؟ هضر معاه با ادريس وما جاوبوش. عندك يمشي يدير شي حاجه في راسو مهنيه. كاع ما دار بنتي والو في راسو نهار اللي كانوا غيطيروا لي حنان ما بين عيني يديرها اليوم. لا ابدا انا بنتي ما كنظنش. جواد جواد حل الباب عافاك. جواد مالك شو وقالك؟ مالك جواد نعيط لك في التليفون مابقاش دير معايا بحال هكا وهدر. علاش حنان علاش؟ علاش انا اللي طرا ليا هادشي؟ وقع والو هذوك غير المحسده اللي جات من غيره منك. أعداء النجاح جواد. وين جدبو شي نجاح إلا بقى نجاح؟ بقانا شي نجاح تشوهت قدام المغاربة كاملين. علاش حصلو كتسرق؟ دزتي في برنامج بحال أيها الناس وما نجحتيش فيه المشكل. محمد عبد الرحمن راه براسو ما بداش نجم. حنان هذا عند محمد عبد الرحمن شداني ليه؟ شداني ليه ما تعاوديش تجبدي ليا؟ جواد الإنسان راه خاصو يضرب تمارة باش يلقى الستيل ديالو. راه كاع الفنانين المشهورين بداو فحالك. إيه إيه كاملين بداو بحالي ولكن ماشي كلهم طرا ليهم هادشي اللي طرا ليا. راه قلت لك هذوك غير المحسده احداء النجاح. محسده الاخرين وشكون من غير حاتم؟ ياك حاتم ولي بغى فيا لهاد الحصيفه هو حاتم. لا لا محال داك اصلا ما قاريش باش تطيح لي هاد الفكره. اي لا ما قاريش هذاك راه ابليس هذاك الافكار اللي يطيحوا عنده كاع ما يطيحوا عند طبه. عرفتي ويطلع هو مول الفعله والله حتى نوريه نجوم الليل في عز النهار. ما عرفتش علاش بقيت مخبيه دوك التصاور سلمان. قول شي حاجه هضر معايا عافاك سلمان خوت عليا سبني دير اللي بغيتي ما تبقى ساكت. الله يرحم باك راه بقيتي عندي هاد في حياتي عافاك. اللي قدر نقول لك انني كنت مخبيه وربما نتفارق انا وياك. سلمان ماشي ساهل الواحد ينسى الماضي ديالو وزيد انا ما كذبتش عليك وكنت صريحه معك وشكو كان في راسي الدخول ما غنجريش من موراك باش ندير معك الولاد. تقدري تعلقيهم حتى في الصالون انا ما بقى عندي غرض. دير اش سلمان والله ما ندير حرام عليك وصافي اسمح لي عافاك. البورتابل ما عرفتيش لما نكون عطيته؟ ما عرفتش يقدر يكون اي مضر ولا عطيتي لشي واحد ما عرفتش. بغيتيه ويلي ما قلت لكش على لاله زبيده جبنا واحد لاغرو غادي تشد لك الناس كاملين 500 500 واحد. شوفي جيبي 600 700 وراه مدام منى هنا نسيتي ولا؟ لاله زبيده غادي نعاود نعيط لك واخا واخا بسلامه. اش تقلت الترابي
ما بنتلكش كنهضر في التليفون. جيت نقول لك جوج كلمات ونمشي بحالي، اتبعدي مني ومن الصلاه والسلام. شكون جا عند الاخر؟ انا اللي مشيت عندك ولا انت اللي جايه مهجمه عليا؟ عندك تشوفيني ظريفه وتقولي هذه راه سهله، انا راه الحمي قاصح وما نتصرتش لك. طلقي طلقي الا عندك ما تقولي قوليه. الشاب خرينغو اللي كيخدم غير مع الصلاه والسلام. هادشي يقولوا على الشاب خرينغو مالو؟ ما تعاوديش تقربي جهته. ياك من صحابي كان عندك مايكل جاكسون. شتي الشاب خرينغو ديالك ما يعتبش عندي في هذا الباب. هذيك الفيديو غدا تمسحيها ولا ما غيعجبكش الحال. خلعتيني والله تا خلعتيني. خرينغو. مرحبا، توحشتينا. عمرني قمرت بشي بورطابل وخسرته. بورطابل؟ فوقاش؟ والله ما عقلت. وقيلا ولا فيا الزهايمر. مشى ليا واحد البورطابل هو لاكارت سيم ديالو. هنا بورطابل؟ هنا كتلعب على الفلوس. شي مرة اللي لعبتي على شي خاتم وكنت خديتو ليك. رجعتيه؟ ما بقيتش عاقل فوقاش جيتي خديتيه؟ لا لا ماشي هو هذا، هذا غير كنت دايزه حدا واحد مول الحانوت كيبيع الخواتم وشريته. انا كتبت بشحال فيك ديال المناول دوزت لعب اللي ربحتي غتشري محسن. لعب هانت عيط صوته مالك تشوف يا دوك الشوفات بغيتي كتخلعني البورطابل شنو البورطابل حاتيم واو خرج بغيت نهضر معاك حاتيم جبتو المليون غنعطيك المليون ديالك حاتيم ولكن قول لي شكون اللي صيفطك الجواد باش تشوهو؟ انت علاش كتهضري؟ حاتيم ما تبلغش ليا في عينيك، بغيت غير نعرف علاش، شنو دار لك دابا هاد السيد مسكين؟ واش حرام عليك؟ وانت هاد السيد انا ما كنعرفوش ما باغيش نعرفو اصلا، وانتيا جيني دابا قود وقولوا لي شنو بغيتي؟ الفيديو اللي لحقتي في الانترنيت حاتيم انت وصاحبك مول الكاميرا، فهمتي دابا؟ اش من فيديو واش من انترنيت؟ انا راه حياتي كامله ما عمرني دخلت شي سيبير، لحقتي الفيديو ونزيدك. ما كنعرف حتى شي واحد عنده كاميرا وما عمرني دخلت للفيسبوك ولا الواتساب هانت اللي عنده بحال هذا مشقوف هذا داك يشد الانترنيت شد الريزو يلا تكلكوا عليا صافي صافي وما تنساوش المليون الو حميد كي داير اخويا لاباس هبط صاحبي انا تحت الدار بغيت نعطيك شي حاجه كتسالى ليا تحت الدار هلان عرفتك غادي تجي ترد لي الفلوس اللي سلفتك معليش واخا جاو معطلين الدنيا هانيه شوف الخير فوق ما جا كينفع راني بسم الله بورطابل اش من بورطابل Thank you.